عصير البطيخ بالليمون. هنستخدم بطيخ، يفضل ان احنا طبعا نكون نازعين البذر منه. هنستخدم ميه متلجه ساقعه جامد، سكر لو حبيته، عسل ابيض لو حبيته، عصير ليمون. هنا هنحط يا اما ميبل سيرب يا اما شربات ورد يا اما عسل ابيض يا اما شربات فراوله. وانا هكتفي بالسكر، مش هستخدم الميبل سيرب، ولو استخدمت استخدم شربات ورد مش ميبل سيرب. اولا لانه موجود في السوبر ماركت وفي البيوت اكتر، ثانيا لانه بيدي طعم حلو جدا جدا للبطيخ. للتقديم عندي ورق ورد، ورق نعناع، وعندي شرايح بطيخ، وعندي كمان شرايح ليمون. هنعمل ايه؟ ولا حاجه خالص. بسم الله. ادي البطيخ، لو كنتم مجمدينه كمان يبقى لطيف قوي. ادي عصره الليمون، ادي السكر لو هتحطه، انا بحب احط نعناع جواه، ولو حطيت شربات ورد او شربات فراوله مش هحط النعناع. وادي شويه ميه متلجين، مش كتير عشان القوام ما يبقاش خفيف، لان البطيخ اصلا قوامه خفيف عشان الميه اللي فيه كتير. لذيذ منعش، وصفات لطيفه جديده مختلفه لاستغلال موسم البطيخ، او استغلال البطيخ حتى بعد كده بعد ما الموسم بتاعه يخلص وتبتدوا تطلعوا من اللي انتوا مخزنينه.